السلام عليكم يا اخوان، حياكم الله مع فيديو تعليمي جديد للعبة امهوتب بيلدر اوف ايجيبت من تصميم فيل ووكر هاردين ومن انتاج شركة كوزموس. تلعب من قبل شخصين الى اربع اشخاص فيما يقارب الاربعين دقيقة. في لعبة امهوتب راح يقوم اللاعبين بدور مصممين معماريين من العصر الفرعوني، يتنافسون للقيام باعمال معمارية تتجاوز ببراعتها اعمال المصمم الاسطوري امهوتب. والحين نبدأ مع عملية السيت اب. نبدأ عملية سيت اب بوضع المواقع الرئيسية كلها على الوجه A، وبعدين إذا تعلمنا على اللعبة ونبي تغيير ممكن نستخدم الوجه B ونحط السكورينج بورد في نص منطقة اللعب، وبعدين على حسب عدد اللاعبين راح يكون كل لاعب باختيار لون، وأخذ كل المكعبات باللون اللي اختاره ونرجع باقي المكعبات إلى الصندوق ونحط الثمان قوارب اللي عندنا في نص منطقة اللعب. بعدها راح نختار مجموعة الراوند كاردز اللي عليها عدد اللاعبين اللي تم اختيارهم لهذه اللعبة. حاليا اخترنا ان نلعب مع لاعبين، فراح نختار هذه المجموعة ونرجع المجموعة ابو ثلاثة وابو اربعة الى الصندوق. بعدين بشكل عشوائي راح نخلط المجموعة ونطلع منها واحد من الكرت برا اللعب، وراح نستخدم الباقين كعداد لادوار اللعبة. راح نقوم بخلط كروت الماركت هذه ونوزعها بشكل عشوائي في الماركت بالشكل التالي، ثم يقوم كل لاعب بأخذ البورد الخاص بتجميع المكعبات باللون اللي هو اختاره، ثم يقوم بشكل عشوائي تحديد اللاعب الأول، واللاعب الأول راح ياخذ مكعبين واللاعب الثاني راح ياخذ ثلاث مكعبات، وإذا كان عندنا لاعب ثالث ورابع كل واحد راح ياخذ مكعب زيادة عن اللاعب اللي قبله. بهذا يكون انتهينا من عملية سيت اب، والحين نبدأ بشرح اسلوب اللعب. اول خطوة راح اسويها في بداية كل راوند اني راح اسحب اعلى كرت من الراوند كاردز واخذ انواع القوارب اللي مبين عليه. في هذا الكرت راح اخذ قارب واربعة، قاربين واثنين، وقارب بواحد، واحطهم عندي في منطقة لعب بهذا الشكل. بعدين ابتداء من الراوند الثاني وصاعد اذا بقى عندي اي كروت من هنا راح اشيلها واحط مكانها كروت جديدة من كروت الماركت. اول اكشن ممكن يقوم فيه اللاعب انه ياخذ ثلاث مكعبات ويحطهم عنده في البورد الخاص فيه بهذا الشكل. البورد الخاص فيه ياخذ خمس مكعبات كحد اقصى. اذا قرر ياخذ ثلاث مكعبات وما عنده الا مكانين نفس ما احنا شايفين، في هذا الحال راح ياخذ بس مكعبين وينهي دوره. واذا عنده خمس مكعبات ممتلئين بالشكل التالي ما راح يقدر ياخذ هذا الاكشن. الاكشن الثاني اللي ممكن ياخذ اللاعب في دوره انه ياخذ واحدة من المكعبات الموجودة عنده في البورد ويحطها على واحدة من القوارب اللي متوفرة، ويقدر اللاعب يحط المكعب في اي مساحة فاضية في القارب اللي اختاره، مو شرط يحطه في البداية ولا في النهاية، وراح نشوف أهمية موقع المكعب بعدين واحنا نشرح اللعب. الأكشن الثالث اللي ممكن يقوم فيه اللاعب في دوره انه يحرك واحد من هذه القوارب الى واحدة من هذه المواقع. طبعا في شرط على كل قارب لازم يتحقق على اساس يقدر اللاعب انه يحرك القارب هذا. راح نشوف اعلى كل قارب في عدد من المكعبات، فمثلا هذا القارب لازم يكون عليه ثلاث مكعبات علشان يقدر اللاعب ياخذه يحركه الى الموقع اللي يبيه. نقول أثناء اللعب اكتمل هذا القارب صار عليه ثلاثة، وهذا القارب مثلا صار عليه واحد. حاليا اللاعب عنده الخيار انه يحرك هذا القارب او هذا القارب، هذين القارب ما يقدر يحركهم لانه مو مكتملة الشروط مالتها، فيقوم اللاعب باختيار واحد من القوارب اللي مكتملة الشروط مالتها ويحركه الى الموقع اللي يبيه. طبعا خلال هذا الراوند راح يكون عندي هذا الموقع مسكر، ما اقدر اجيب قارب ثاني له. الحين لو جاء دوري وابي احرك هذا القارب ما اقدر احطه هني، لازم اختار واحدة من المواقع الثانية. طبعا عندنا كل ما قارب يتحرك اول شيء قبل ما نكمل راح يبدأ يحرك كل لاعب المكعبات الخاصة فيه ينزلها في الموقع اللي اختاره، وراح نبدأ الحين بشرح فائدة كل موقع.
وراح نبدأ بالماركت. أول ما يوصل القارب إلى الماركت راح يقوم اللاعب اللي عنده المكعب في أول القارب بإرجاعه إلى السبلاي ويختار له واحدة من هذه الكروت، ياخذ الكرت ويحطه عنده بمنطقة اللاعب. بعدين اللاعب الأسود نفس الشيء راح يرجع المكعب إلى السبلاي وياخذ له كرت ثاني يحطه عنده بمنطقة اللعب. نفس الشيء راح يرجع الدور للأبيض وياخذ له كرت يحطه عنده بمنطقة اللعب. وراح نشرح الغرض من كل نوع من أنواع هذه الكروت لاحقا. لو أن القارب تحرك إلى منطقة البيرمت هذه، راح يقوم اللاعب اللي عنده أول كيوب في بداية القارب بأخذه ووضعه في أول مساحة متوفرة عنده، أول مساحة اللي هي هذه رقم 2، وياخذ على طول نقطتين. اللاعب اللي بعده راح يمشي بشكل تسلسلي من أعلى إلى الأسفل ويحط على المربع اللي بعده وياخذ نقطة، ويرجع الدور للاعب اللي بعده وياخذه يحطه بهذا الشكل، وهذا اللاعب راح ياخذ 3 نقاط. لو في المستقبل نقول تحرك قارب وجاء محمل بمكعبات بهذا الشكل، راح يبدأ اللاعب اللي عنده المكعب في أول القارب بأخذه وينزله في أول مربع فاضي عنده. عندنا راح يبدأ الدور الحين في العمود الثاني من أعلى وياخذ نقطتين، وراح يبدأ اللي بعده ينحط بهذا الشكل، وكل واحد ياخذ عدد النقاط اللي يحط عليه المكعب الخاص فيه. لو تم الانتهاء من المستوى الأول بهذا الشكل، ما زال ممكن نبني فوق المستوى الأول بالشكل التالي، بهذا الشكل من فوق إلى تحت راح نحطه بهذا الشكل، ويكون السكور حسب ما هو مبين عندنا في هذا هو للمستوى الثاني، راح يكون عندنا 2 3 1 3. ونفس الشيء راح نكمل مع المستوى الثالث، أول واحد يوصل راح يحطه على أعلى المستوى وياخذ 4 نقاط. أي مربع ثاني يوصل لهذه المنطقة راح يرجع برا للسبلاي وراح ياخذ صاحبه عليه نقطة واحدة. إذا وصل القارب عندي إلى التمبل، راح يبدأ اللاعبين بإنزال المكعبات عندهم بهذا الشكل بالدور من اليسار إلى اليمين، حطها بهذا الشكل، وما راح آخذ نقاط عليها الحين، راح آخذ نقاط في نهاية الراوند. وينتهي الراوند عندي لما تتحرك كل القوارب إلى المواقع. بمجرد أن القارب الرابع يتحرك إلى واحدة من المواقع ويتم الانتهاء من إنزال المكعبات، راح نبدأ بحساب النقاط لمنطقة التمبل. وطريقة حساب السكور في التمبل في نهاية الراوند راح تكون بالشكل التالي: راح أطالع من فوق وأشوف شنو المكعبات الواضحة لي، كل مكعب واضح راح ياخذ صاحبه نقطة. حاليا عندي الأبيض عنده مكعبين راح ياخذ نقطتين، الأسود عنده مكعبين راح ياخذ نقطتين. نقول بنهاية الراوند اللي بعده صار عندي بس مكعبين بهذا الشكل، وانتهى عندي الراوند. راح أبدأ حساب النقاط، راح أشوف إن الأسود عنده 3 مكعبات راح ياخذ على كل مكعب نقطة، والأبيض راح ياخذ نقطة واحدة. والحين مع البيرل تشامبر نفس الشيء، مجرد ما يوصل قارب راح يقوم كل لاعب بإنزال المكعب ماله وحسب الدور على القارب في أول مساحة متوفرة عنده. أول مساحة راح نبدأ بالعمود الأول، بعدين العمود الثاني من فوق إلى أعلى، فالعمود الأول راح نكمله بهذا الشكل، بعدين راح نبدأ بالعمود الثاني. بالنسبة للبيرل تشامبر حساب النقاط راح يكون في نهاية اللعب، وراح يكون على عدد المكعبات اللي من نفس اللون اللي متلاصقة ببعض. وهني عندي مثال على حساب النقاط في نهاية اللعبة. حسب الجدول هذا راح نشوف كل لاعب شنو المجاميع اللي عنده باللون اللي تابع له. مثلا الأسود عنده 4 و3 و1، راح نشوف راح ياخذ من الأربع 10 نقاط، من الثلاثة 6 نقاط، ومن الواحد 1. بالنسبة للأبيض راح ياخذ 5 نقاط اللي هي 15 نقطة. نقطة أخيرة بس أبي أنوه عليها في البيرل تشامبر، إن هذه أنا مو محدود فيها بالبورد. لو إنه صار عندي عدد كيوب زيادة، خصوصا لو قاعد ألعب مع 3 لاعبين أو 4 لاعبين، ممكن أظل أكمل وضع الكيوب في منطقة اللي هي ما بعد البورد. آخر منطقة عندي اللي هي منطقة الأوبليسك، وفي هذه المنطقة ما يهمني ترتيب المكعبات على القارب. ليش؟ لأن كل لاعب راح ياخذ المكعبات الخاصة فيه ويحطها في المساحة الخاصة فيه. فمثلا الأسود راح يحطه هني،
بعدين عند الأبيض عنده 3 مكعبات راح يحطها فوق بعض بهذا الشكل. بعدين في نهاية اللعبة راح أشوف الجدول الخاص بعدد اللاعبين اللي قاعد يلعبون اللعبة. فحاليا قاعد ألعب مع لاعبين، اللاعب اللي عنده أكبر عدد مكعبات راح ياخذ 10 نقاط، واللاعب اللي بعده راح ياخذ نقطة. في حال التعادل راح أجمع السكور 10-1 وأقسمهم على 2 راوند داون، فكل لاعب راح ياخذ عندي 5 نقاط. راح نظل نكمل اللعب بحيث ان كل مرة نخلص راوند راح نبدأ بالراوند اللي بعده نفس الشيء، راح ناخذ القوارب ونحطها ونلعب مرة ثانية ونظل نكمل لحد ما ينتهي عندنا الراوند السادس. في نهاية الراوند السادس راح نبدأ نحسب السكور الخاصة في البيريل تشامبر والأوبليسك، واللاعب اللي عنده أكبر عدد نقاط راح يكون فايز باللعبة. آخر شيء عندنا لما نشرح أنواع الكروت والفروقات بينهم. أول شيء عندنا الكروت الحمراء هذه، وهذه اللاعب اللي ياخذها على طول راح يطبق الكلام اللي عليها. كلهم تقريبا نفس الأسلوب، ولكن يختلف المكان اللي راح تحط عليه المكعب. مثلا هذا يقول لك تاخذ مكعب من منطقة التجميع مالتك وتحطها على الأوبليسك، هذا الأوبليسك تاخذه وتحطه على طول على الأوبليسك. هذا راح يكون على البيراميد، تحطه هني على البيراميد. هذا الأخير على البيريال تشامبر، تاخذ كيوب ما عندك وتحطه في البيريال تشامبر. وميزة هذا الكروت انك تقدر تضيف من مكعباتك على واحدة من المواقع بدون ما تحطها على واحدة من القوارب. والحين مع الكروت اللي باللون الأزرق، هذه الكروت مجرد ما ياخذها اللاعب يحطها عنده بمنطقة اللعب، وبعدين في دوره بدال ما يسوي واحدة من الأربع أكشنات المتوفرة ممكن يلعب هذا الكرت بدال واحدة من الأكشنات. مثلا هذا الكرت يقول لي كأكشن راح أحرك واحد من القوارب، وبعدين أنا أقرر الترتيب اللي راح تنزل فيه المكعبات لهذا الموقع. الثاني هذا اللي هو تشيزل يقول لي أقدر أحط مكعبين على سفينة واحدة أو مكعب على سفينتين. بالنسبة للسيل هذا يقول لي حط واحد مكعب على واحدة من القوارب وبعدين حركها إلى واحدة من المواقع. آخر واحد هذا عندي يقول لي آخذ 3 مكعبات من السبلاي وأحطهم عندي بمنطقة التجميع، بعدين أحط واحد على واحدة من القوارب المتوفرة عندي. بالنسبة للكروت البنفسجية هذه اللي هي الساتو، هذه في منها عدد كبير، وهذه في نهاية اللعبة على عدد الستاتس هذه اللي عندي راح اخذ عدد من النقاط. فمثلا اذا في نهاية اللعبة عندي 4 من هذه الكروت راح اخذ 10 نقاط عليه. اخر شيء عندي الكروت الخضراء هذه، وهذه نفس الشيء تعطيني نقاط في نهاية اللعبة. اول مثال عندنا هذا الكرت يقول لي في نهاية اللعبة راح اخذ نقطة لكل 3 مكعبات موجودة عندي في الاوبليسك، سواء مكعباتي او مكعبات غيري. وهذا نفس الشيء راح يقول لي راح اخذ نقطة لكل 3 مكعبات موجودة في البيراميد سواء مكعباتي أو غيري. وهذا مع البيريال تشامبر وهذا مع التمبل. وبهذا يكون انتهينا من شرح اللعبة، وأتمنى لكم لعبة سعيدة.